تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بانت، أنا سامية عرموش، واقتراحات هيك الآتي. الخميس المساء مدعوون لحضور عروض مسرحية وفعاليات متنوعة ضمن مهرجان المسرح الجماهيري في متناس نبي يوسف. والجمعة الساعة 1:30 الظهر مدعوون للمشاركة في المحاضرة بعنوان الدين والسياسة بالثورات العربية في مقر مدى الكرمل شارع علمبي 51، وفي ساعة المساء لاحتفال غنائي وموسيقي في البلدة التختة ضمن احتفالات الشارع الصيفية. وأخيراً السبت بإمكانكم زيارة معرض الأعمال التتويجية لخريجي كلية فيتسو في حيفا بين الساعات 10 الصبح ل 8 المساء، فتعالوا شاركونا في حيفا.